شيء جديد. ننتقل الآن إلى writing to. طبعا هنا قصة، يعني يكتب طالب قصة. أول تجي صور، خلاص غيروها، الحين ما تجي 6 صور، الحين يجيك موضوع، ومن خلال الموضوع أنت تقرأ وتفهم، يعني أنك تكتب قصة. نشوف movies and books often talk about the importance of loyalty and friendship. إذن بعض الأفلام والكتب تحكي أحيانا عن أهمية الوفاء والصداقة، يعني شخص وفي يعني وصداقته يعني ما شاء الله عليها. write a story about a time in your life، يعني اكتب قصة عن مرحلة طبعا في حياتك، مرت في حياتك في الماضي. when a friendship proved to be great importance to you، يعني وضحت لك او اثبتت لك هذه التجربة بان الصداقة يعني great importance، يعني مهمة جدا، يعني أهميتها يعني أهمية كبيرة بالنسبة لك. Your writing should be lively and interesting. طبعا قبل أن ندخل في القصة سنتطرق إلى شيء مهم يتعلق بالقصة، سنرى ذلك. أول شيء نستخدم هذه التنسات عشان نكتب قصة، سنحتاج إلى البرزنت سيمبل. متى نحتاج له؟ طبعا قلنا عشان نجعل القصة يعني حية وتنبض بها الحياة وشيقة، نحاول نجيب اقتباسات، يعني نقتبس فيها كلام يعني جميل جدا. كما نقرأ في القصص نقتبس، مثلا help help، انت يعني في قصة سمعت شخص يستنجد يقول help help، the man shouted او the woman shouted او the boy shouted. طبعا هكذا تقتبسها باستخدام المضارع البسيط. my mother said، امك مثلا قالت لك شيء أثناء رحلة معينة. The place is marvelous، المكان روعة. إذن هذا كلام الأم، اقتبست أنت كما هي قالته. بين طبعا لازم تعمل هذا علامة الاقتباس، وممكن تكتب The place is marvelous، my mother said أو said my mother. إذن ممكن تخلي هذا نهاية الشيء، تبدأ بالاقتباس ثم هذا. Shall we go on a picnic today، مثلا أبوك يقول لكم الصبح ممكن نروح، مو رايكم نروح رحلة اليوم، يعني نزهة، نروح نزهة. my father suggested، أبي اقترح. إذن هذه الأشياء مهمة عشان تقتبس الأشياء، جميل جدا، تخلي القصة جميلة. أيضا نحتاج باس سيمبل، جميع الأحداث نحتاج فيها الباس سيمبل. my family and I went to صلالة، إذن أنا وأسرتي ذهبنا إلى صلالة. أحيانا الطلاب كتب my family and me، غلط، my family and I، انت موقعك كفاعل، went لاحظ الفعل في الماضي. my friends and I went camping in وهيبة سانس، انا واصدقائي ذهبنا للتخييم في رمال وهيبة. we cooked our lunch in the wadi، طبخنا غداءنا في الوادي. طبعا هذه أمثلة على الماضي البسيط. ماذا نحتاج أيضا؟ نحتاج إلى الباست كونتينيوس، أحيانا تحتاج تذكر الطقس، تقول it was raining أو it was مثلا snowing. أيضا نحتاج هذا إذا كنا هناك حدثين، يعني كنا مستمرين في حدث وحدث حدث آخر. إذا نحتاج إلى الباست كونتينيوس الماضي المستمر والباست سيمبل الماضي البسيط. سنرى المثال. we were driving to صلالة، إذا هو هذا هو الماضي المستمر، لما شيء نكون مستمرين فيه وأخذ فترة طويلة. إذا كنا نقول إلى صلالة وعارفين صلالة بعيدة، فأكيد القيادة فيها يعني فيها استمرارية. إذا كنا نقول إلى صلالة، نقود السيارة. when our car broke down، عندما اختربت السيارة. إذا هنا الحدث الأول تحت خط، الحدث الثاني ماشي تحت خط، إذا ربطنا بينهم بوين. إذا هذا الطويل نستخدم فيه الباس كونتينيوس، وهذا القصير نستخدم فيه الباس سيمبل. نفس الشيء هنا. while I was walking on the beach، أثناء ما كنت أنا أمشي على الشاطئ. I saw a car accident، هذا الحدث المفاجئ، أنا رأيت حادث سيارة. my brother was climbing a tree، أخي كان يتسلق شجرة. إذا هذا هو الحدث الطويل، عندما حدث الشيء مفاجئ. when he fell down، عندما هو سقط. إذا هذا الحدث المفاجئ نستخدم معه الباس سيمبل. هذا فيما يتعلق بالباس كونتينيوس، إذا كان هناك أحداث كنت مستمر فيها وحدث شيء مفاجئ. يحتاج أيضا الباس بيرفكت،
إذا كان هناك حدثين أحدهما حدث قبل الآخر. الحدث اللي حدث أول شيء نستخدم معه الباس بيرفكت، الحدث اللي حدث بعدين نستخدم معه الباس سيمبل. هنا نرى my mother had prepared everything for the picnic. إذن هذا هو الحدث الأول، إنه أمي قامت بإعداد أو تجهيز كل شيء لهذه النزهة أو هذه الرحلة. before قبل أن we left home، قبل أن نغادر المنزل. إذن هذا أول شيء اللي سويته الأم، وبعدين هم غادروا المنزل. إذن before we left home. هنا أيضا حدثين، هذا الحدث اللي تحت الخط وهذا الحدث الثاني. after we had cleaned the place، بعد أن نظفنا المكان. we put the rubbish in a bin، وضعنا القمامة في سلة. نلاحظ هنا had had، نستخدم had وليس has ولا have، نستخدم had الماضي منهن، وقلنا الفعل في التصريف الثالث كما نرى. some goats had eaten our lunch before we ate it، إذن بعض الأغنام أكل طعامنا أو غداءنا قبل أن نأكله نحن. إذن نلاحظ هنا had eaten تصريف ثالث eaten، هنا ate في التصريف الثاني لأن هنا ماضي بسيط، أما هنا ماضي تام، هنا ماضي تام. إذن هذا فقط عشان يعني يجعل القصة جميلة وشيقة. نعود إلى قصتنا الآن، نشوف القصة. طبعا القصة من خيال الطالب، يحاول يتخيل موقف، يعني من ذاك الموقف يعني يجاوب على السؤال انه اكتشف انه الصداقة والوفاء يعني مهمات في الحياة. نشوف once، طبعا دائما الطالب يحاول يوصف الجو لما يبدي القصة، كان ممطر، هل كان جو حار مشمس وكذا. انا اخترت انه بارد. One cold day last winter، يوم يعني من أيام الشتاء الباردة. My best friend علي، صديقي الغالي يعني المفضل، صديقي يعني العزيز علي. suggested to go camping in nearby وادي، اقترح علي إن نروح. طبعا نلاحظ إنه الأفعال في الماضي، الأفعال في الماضي. suggested اقترح to go camping in nearby وادي، nearby يعني قريب، وادي قريب من أودية يعني. فنقتبس كلام الآخرين، let's go camping tomorrow، هذا كلام الصديق. إذن هذا كلام الصديق أنا أقتبسه الآن باللون الأزرق بعمله. إذن هذا، إذن هذا اقتباس كلام صديق. let's go camping tomorrow، دعنا نذهب للتخييم غدا. he said، he said من هو علي. ف It's a good idea. هذا كلام أنا. فكرة عظيمة، فكرة جيدة. I replied for a deed. يحاول الطالب يعني ينظم يعني كتابته في يعني أشياء بسيطة. طبعا لازم ما ننسى الإندنت. ها هي الإندنت. إندنت إنه تترك شوية مسافة في السطر الأول، يعني السطر الأول اللي تبدي الباراجراف تترك هذا الإندنت كما نلاحظ هنا. نعمل شوية نترك مسافة عشان ما نضطر نعمل هنا سبيس بين الفقرات. إذا ننتقل لفقرة جديدة وما نكثر في كل فقرة عشان ما نتلخبط. نفس الشيء نعمل اندنت، نلاحظ ما نبدي بداية السطر، نعمل شوية مسافة اندنت. So we went shopping and we bought some items for the tea and some food stuff for the meals. لذلك نحن ذهبنا نتسوق يعني قبل ما نسير. And we bought some items for the tea. اشترينا بعض الأغراض عشان الشاهي، يعني أغراض مال صنع الشاهي. And some food stuff for the meals. وشرينا مواد غذائية عشان الوجبات اللي نطبخها هناك، الريوق والغداء يعني الفطور والغداء وربما العشاء. نبدأ الآن الأحداث القصة. The next morning، في الصباح الباكر يعني الصباح التالي. We rode، طبعا كل الأفعال في الماضي نلاحظ. We rode our bikes to the wadi، ركبنا دراجتينا إلى الوادي. When we arrived there، نلاحظ الأفعال في الماضي. We had pitched the tent، طبعا نستخدم هنا الباس بيرفكت. نصبنا الخيمة، يعني نصبنا الخيمة. It's colder here than town، طبعا هنا اقتباس، نلاحظ اقتباس، اقتبس كلام الصديق. إذا جميل أن تقتبس كلام الصديق. يقول الصديق it's colder here than the town، هنا أبرد من المدينة. طبعا المدينة شوية سيارات وزحمة، أكيد الوادي يكون أبرد. My friend said I
agree with you. إذن هذا رده. إذن قلت لكم يعني لازم نقتبس كلام يعني مباشر، كلام مباشر يعني الدايركت سبيتش، ما نسوي ريبورتد سبيتش، لا دايركت سبيتش. ننتقل للفقرة الثانية. before we discover the place، قبل أن نكتشف المكان، ونلاحظ هنا we had prepared، هنا حدثين، الاكتشاف نستخدم مع الماضي البسيط، ولكن الشيء اللي سبقه we had prepared that is، جهزوا الشاي. إذا تجهيز الشاي جاء قبل اكتشاف المكان، إذا جهزوا الشاي ما شاء الله عليهم. then we walked alone، لاحظ الأفعال في الماضي، we walked alone the wadi and collected some wood، الأفعال كلها في الماضي، for the fire، then جمعنا بعض الحطب some wood for the fire، then we walked along the wadi and collected some wood for the fire، للنار. then we returned، أيضا فعل في الماضي، to our camp after a long walk، ثم عدنا إلى المخيم بعد أن مشينا طويلا. خلصت يعني ما يكثر واجد في كل باراجراف، ما يذكر أحداث كذا، حل يعني أسهل للمصحح ليصحح ويقرأ اللي كتبته، شوف كل شيء يعني منسق ومنظم، وعارف المعلم وين تبدأ كل باراجراف. إذا هذا الباراجراف تبدأ هنا، عرفنا لأنه هنا نلاحظ شيء اندنت مسافة، إذا المعلم كذا أسهل له. وأيضا الكتابة يعني جميلة وحلوة، لأنه هنا مكتوب lively، يعني شيء الكتابة يخليها جميلة. هنا خلصنا هذه الفقرة، ننتقل لفقرة جديدة. هنا أيضا اقتباس، نحط هنا اقتباس، نجعله مثلا باللون الأخضر. Let's go mountain biking، يقول خلنا نروح نركب دراجاتنا يعني في الجبال، هذا هواية، هذا رياضة يسميها mountain biking، هواية ولكنها خطيرة يعني. I said، إذن هذا هو اللي يكتب، هو اللي قال يعني الطالب هو يقول هذا. My friend said، هذا الحين كلام صديقي، صديق هذا كلام صديق. Let's do this after lunch، قال خلينا نقوم بهذا بعد الغداء. هذا الصديق أصر إنه تو. I prefer to go now، أنا أفضل نروح الحين. I said، طبعا جميل إنه نقتبس كلنا. My friend refused، صديقي رفض، طبعا الأفعال في الماضي، sorry. إذن my friend refused، إذن هنا refused نراها في الماضي، يعني رفض صديقي to go with me، طبعا go مصدر لأنه قبلها to، إذن هذا ما في الماضي. to go with me and said، وقال، ونقتبس كلام الصديق إيش قال، هذا كلام الصديق نقتبسه كما هو، هذا كلام الصديق وهذا نفس شيء كلامي أنا حلو. إذن كل الاقتباسات يعني مهمة جدا كما نلاحظ، وهذا أيضا اقتباس، لأن الاقتباسات مهمة. I will، إذا الصديق قال I will cook the lunch، قال خلاص أنا بجلس أطبخ الغداء، بغى تروح، روح توكل، يعني صديقه شوية شافها صعبة يعني يروحوا بيتأخروا وما تبي يسوي الغداء وهكذا، ولكن الصديق مصر إنه يروح، طبعا اللي يكتب القصة. so I insisted، أنا يعني أصريت، insisted يعني أصريت، الفعل من أصر. so I insisted to go mountain biking without my friend، أنا يقول قررت إني يعني أذهب لممارسة هواية يعني ركوب دراجات في الجبال بدون صديقي، صديقي يجلس يسوي الغداء، مستعجل يعني، هذا مستعجل الصديق. هنا أيضا نعمل indent، نلاحظ إنه عشان نميز إن هذه باراجراف نيو باراجراف يعني فقرة جديدة. I rode my bike، ركبت دراجتي، and I started، كل الأفعال في الماضي. I started my journey through the narrow rocks، خلال يعني جابز اللي هي الطرق، طبعا هذا جابز معناها الطرق الجبلية الوعرة طبعا الضيقة، and over rocks وعلى الصخور. طبعا while I was، هنا نستخدم نلاحظ الباس continuous، while I was cycling to the top of a mountain، أثناء ما كنت يعني أقود دراجتي إلى قمة أحد الجبال، I lost، هذا الحدث الثاني، إذن هذا الحدث الأول، هذا الحدث الأول نعمل تحته خط،
وهذا الحادث الثاني صار. I lost the control of my bike. فقدت السيطرة على دراجتي. إذن هذا الحادث الثاني. I hit. طبعا هذا الماضي. I hit my head on a rock. ضربت براسي على صخرة. Unfortunately لسوء الحظ I was not wearing. هنا أيضا ماضي مستمر لكن منفاي. I was not wearing my safety helmet. ما كنت أرتدي الخوذة هذا مال السلامة مال السيفتي. At that time في ذاك الوقت. So I had bad injury. إذا لذلك أنا يعني صابني يعني جرح يعني عميق on my head في الرأس. طبعا نواصل أحداث القصة لنبين فيها يعني الوفاء من الصديق ذلك اللي جالس يطبخ. My friend realized. طبعا هنا أدرك صديقي that something wrong may had happened to me. ربما شيء ما حدث لي. الصديق طبعا أدرك ذلك. Yes هنا had happened طبعا في الباست بيرفكت. لاحظ الفعل في الباست بيرفكت. He decided to look. طبعا look of look نلاحظ بأنه مصدر لأنه قبله to. He decided to look for me. يعني قرر إنه يبحث عني. After a long time he of searching. بعد يعني فترة طويلة من البحث. He found. الماضي من find. الماضي هذا. He found me unconscious. وجدني يعني مغمي علي بدون يعني مغمي علي يعني unconscious. conscious يعني بشعوره ولكن unconscious يعني بدون شعور يعني مغمى علي. he carried me. هو حملني on his. إذن he carried me on his shoulder. حملني على كتفه. and ran. ركض في الماضي. a long distance. مسافة طويلة. to the main road. إلى الطريق الرئيسي. من الوادي ركض به طلع به مسكين إلى الطريق الرئيسي هو على كتفه. يعني صديق وفي هذا. A car stopped. سيارة وقفت. And took us. كل الأفعال في الماضي. To the hospital. أخذتنا إلى المستشفى. دائما الأفعال في الماضي. I had lost too much blood. أنا فقدت الكثير من الدم. My friend donated blood. إذا صديقي تبرع بالدم. And he stayed all the next six weeks. Not weeks. Six days. خليها days صعبة weeks. إذا ظل معي مسكين طوال ستة الأيام اللي أنا كنت فيها المستشفى in the hospital في المستشفى. إذا ما بس تبرع لي بالدم ونقذني من ذلك المكان أيضا ظل معي في المستشفى ستة أيام. From this story دائما الطالب يختم هذا الشيء لتعلمه. From this story من هذه القصة. إذا هذا الخاتمة طبعا يختم بها الطالب ليبين ماذا يبين هنا. يعني يبين يعني ايش اللي تعلمه من هذه القصة. I recognized or I learned. كلهن صح. انا ادركت the real meaning of loyalty and the good friendship. ادركت المعنى الحقيقي للوفاء وللصداقة الممتازة. يعني هذا يمكن يكون I recognized or I learned. اذا هذا فيما يتعلق بالقصة. أؤكد بأن الأفعال تكون في الماضي كلها في الماضي سواء في الماضي المستمر أم في الماضي التام. بس الاقتباس قلنا الاقتباس فقط في البريزنت. الشيء اللي تقتبسه يعني أكيد اللي يتكلم يقول شيء. أما الباس سيمبل هنا نستخدم الماضي البسيط ونستخدم هنا الماضي قلنا كله باس الماضي المستمر شرح ذلك. ونستخدم الباست بيرفكت الماضي التام في أمان الله تعالى.